على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. وعهد الفلسطيني مع تراثه لا يتغير أو يتبدل رغم توالي الأيام، فقبل 3000 عام أكد هويته الفلسطينية بنو كنعان. أشكال رسوماته وتطريزه تعيش كل مرحلة من تاريخ فلسطين، لكنها في العموم ترتبط بالأرض والخصوبة وتشكل العلامة الفارقة لكل مدينة. عندي قرى فلسطين كلها اللي بالورود بالألوان، السبع بتختص باللون الأحمر بس، اللون الأحمر والأزرق، المتزوجة بتلبس الأحمر، الأزرق كانوا بيلبسوه بس بالعزاء. ما أهل القرى بيعملوا ورود خضراء حمراء كل الألوان، ألوان الطبيعة اللي حواليهم. بستنى سنتين ثلاثة قبل ما أكون شقفة واحدة اللي تكون منها أحلى توب لأي بنت تلبسه في أي مناسبة. افتخر فينا التاريخ وحنامه. يقول التاريخ إن الثوب كان الزي الرسمي لملكات كنعان، وينسب إليه الحفاظ على خصوصية المرأة واحتشامها. تتباهى به الفلسطينية وتتفاخر وتعتبره حقا تاريخيا عبر الزمان. المضيفات الإسرائيليات في الطيران بيحاولوا يلبس التوب هذا وياخذوه منا، بس إحنا اليوم في معرضنا بدنا نقول لكل العالم، بدنا نوصل رسالة لكل العالم إنه إحنا رح نضل نلبس توبنا الفلسطيني ومستحيل حد يقدر ياخذه منا. بده 5 شهور 6 شهور تقريبا شغل، لأنه بكون مليان شك. أسعاره بتتراوح ما بين 500 دولار لألف 1500. الرئة تبع هذا المعرض رح يروح كله لعمل الخير لعلاج مرضى السرطان في غزة. فلسطين الحبيبة مغلى الوطن. من جيل إلى جيل تزرع الفلسطينيات حب الثوب في نفوس البنات ويحاولن مواكبة العصر، لكنه يبقى رمز العراقة والتجذر بالأرض. الفلسطينية والثوب صنوان لا يفترقان، ترى فيه أمجاد عز تليد وتؤكد أن اندثاره عاصي على النسيان في أي زمان ومكان. لنا شاهين غزة، الميادين.